السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل البوكس كلاس في الشكلين دول. هو ليه أشكال تانية وفي لوكات تانية كمان هنعملها الفترة الجاية إن شاء الله، فانتظرونا. يلا نبدأ. هختار بوكس 3 points 3 في 7 في 2.5. هعمل فيلت ايدج من فوق 0.8 ومن تحت 0.2 هنيجي من التوب وارسم خط بالعرض وحركه واحد. هستخدم واير كات بس هدوس فوق على كيب اول يس. الجزء ده كده هو قسم البوكس بتاعي لجزئين. الجزء ده انا هحطه هنا على جنب شوية وهشتغل في الجزء ده. هعمل هنا اكستراكت كوبي يس، بعدين دوبليكيت بوردر، بعد كده اوفست 0.5. انا محتاجة افرغ جوه البوكس ده بس مش عايز الفراغ يوصل للاخر، عايزاه يوصل لقبل 0.7. فهاجي من ورا وهعمل اكستراكت سيرفيس كوبي اس وحرك السيرفيس ده 0.7. بعدين استخدم الواير كات، هغير بس الاتجاه لاكس لحد السيرفيس اللي حركته بالمنظر ده. من فوق بقى هاخد ايزو كيرف، بعدين افصل 0.35 فوق وتحت، ومن هنا افصل 1. هرسم ارك بينهم وترم. واستخدم برضو الواير كات بس المرة دي هخلي كيب اول يس برضو علشان الجزء ده هستخدمه هنا. هعمل بس سكيل 3D اصغر شوية بعدين سكيل 1D هطوله شوية ونعمل فلت او اي شكل تحب. كده الجزء ده خلص. هنيجي من الفرونت بقى وهرسم خط عدل بس يكون اطول شوية من بره. واعمل اوفست 1 و2 وبين الخطين هرسم ارك وترم. هعمل سبلت قبل النهاية بشوية هنا وبعدين اوفست 0.5. هعمل سويب 2 علشان يبقوا سيرفس
وبعدين هعمل اكسترود سيرفيس بوث سايد لحد قبل الاخر وشويه علشان يدخل ويخرج بسهوله. هطول ده شويه لحد ما يمسك في نهايه الخط ده. وكده الجزء ده هيكون لوحده جروب وده الجزء التاني بس كده. وده اول شكل من اشكال البوكس كلاسب معانا. تعالوا نعمل واحد كمان بس مطور. هعمل كرة خمسة بعدين سكيل وان زي ابططها شوية وهعمل بلان على الارض هعمل ازدالة للسيرفس ومن الفرونت هعمل ميرور وهخلي المسافة بين النص ده والنص ده 1.2. ونعمل سويب تو وهنعمل نفس الخطوات. هرسم خط بالعرض وحرك واحد بعدين واير كت كيب اول يس extract surface copy s وduplicate border 0.5. بس هنا مش هقدر استخدم الواير كات زي ما عملته في البوكس لان هنا النهاية بتاعته بيضاوي شوية مش هينفع القطع مش هيبقى متساوي. حركه شوية فهعمل extract copy no من دالة السيرفس ده وهعمل offset surface 0.5. بس واخدين بالكم السمكة داخلة جوه شوية فهعمل زبالة للسيرفس ده وارجعه مكانه واوفست 0.5. يبقى كده القطع بتاعي مظبوط. من فوق هاخد ايزو كيرف بعدين اوفست 0.5 من فوق ومن تحت ومن هنا واحد. انا هنا كبرت الفتحه شويه وهقول لكم ليه قدام. هرسم ارك ما بينهم ترم واستخدم الواير كات بس المره دي كيب اول هدوس نو. هنيجي من الفرونت هرسم خط عدل وأوفست 1.5 و1.2 من الفتحة هنا أكبر شوية وهرسم خط مايل ما بينهم وبعدين هرسم ارك وترم. هعمل زبالت قبل النهاية بشوية وبعدين اوفست 0.5 وسويب تو.
نعمل اكسترود سيرفيس بوث سايد حتى قبل الاخر بشويه. في برضو جزء داخل في الشكل، فانا هاجي من هنا وهعمل اكستراكت كوبي اس للسرافيس الداخليه للشكل عندي. وهاخد منها اوفست لجوه 0.1 علشان اضمن ان ما يبقاش فيه اي انترسكشن. وهطلعه فوق شويه لحد ما اقلل مساحه الانترسكشن على قد ما اقدر. هضمه بس هنا حبه صغيرين. ونعمل بوليان اسبلت. تعالوا نشوف هيبقى عامل ازاي كده، مفيش اي تداخل. هرسم خط عدل هنا وهنا، واستخدم الواير كات واشيل الزيادات. فاضل الجزء ده هعمل دوبليكيت وسكيل لحد ما تكون اصغر شويه برضو. بعدين هعمل بروجكت سي بلان علشان تبقى عدله بالظبط، متبقاش واخده الدوران. واكسترود كيرف سوليد وارفعه لفوق شويه. بعدين هعمل كورة تكون أكبر شوية صغيرين من الفتحة. نعمل لها سكيل 1D. من هنا نعمل فيلت. انا كبرت الفتحة علشان خاطر الكرة لما تتحط تبقى تحتها مربع قد بعض. بس كده، وكده الجزء ده هيكون لوحده جروب وده الجزء التاني. وبكده نكون خلصنا اول فيديو في سلسلة اللوكات اللي هنشتغل عليها الفترة الجاية ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وقولنا رايك في التعليقات وايه اللوكات اللي انت تحب ان هي تبقى موجوده الفتره الجايه بالظبط. او لو عندك اي استفسار او اي حاجه تحب انها تكون موجوده هتلاقي في الديسكريبشن فورم تقدر تقول لنا فيه كل اللي انت حابب ان هو يبقى موجود معانا، وان شاء الله هتواصل معاك في اقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.